عشان ما تحصلش المآسي اللي احنا فيها دي، ما بقاش في خالص موالي. اهلا بيكم، النهارده هقول لكم على قصه يمكن كتير مش هيصدقني فيها، بس انا هقول لكم الاسامي عشان برضو ايه ما حدش بيقول دي من تاليف. يعني طفل اسمه ناصر، عنده 10 سنوات، اتخطف. ودي قصه عاديه جدا، يعني كل يوم بتحصل. ياما بنشوف اطفال بتتخطف، ياما بنشوف بنات بتتخطف، ياما بنشوف حتى شباب بيتخطف، ياما بنشوف انسات بتتخطف، ما فيهاش جديد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل البدايه عبد الله، اسمه عبد الله مرسي، المتهم عنده 35 سنه، عايز يعني ايش اي شاب بيتمنى الحياه اللي هو بيشوفها في التلفزيونات والقصور وحمامات السباحه والبنات الحلوين والحاجات الجميله دي. فكل واحد نفسه يغمض عيني يفتح عيني يلقى نفسه زي ابو هشيم، شباب ومال وجاه وعز وسلطان. في يوم من الايام بيقرا في الجرنان كده، لا واحد بيعلن عن عاوز كلية 60,000 جنيه. قال لك فرصة، هبيع كليتي واخد 60,000 جنيه واعمل مشروع. فعلا اتصل بصاحب الاعلان اللي منزله في جريدة رسمية وقال له انا هبيع الكلية وهديني 60,000 جنيه. بعدها بشوية قال لك طب انا شاب وانا احسن الكلية هو بيعملها لي عيش مريض، وانا شفت الفيلم بتاع محمود عبد العزيز ونور الشريف وحسين فهمي لما باع الانترلوب. لا يا عم انا مضمنش، انا احسن حاجة اخطف واحد وبنجه واسرق كليته وبيعها واخد 60,000 جنيه. ابقى انا استفدت بصحتي وفي نفس الوقت بعت كليه وخدت 60,000 جنيه. شويه ولقيت طب انا هخطف راجلي ازاي؟ ما انا لو خطفته ممكن حد يشوفني، لا وبعدين اخطف راجل ده ممكن هو اللي يضربني، لا انا اخطف طفل احسن، على الاقل اقدر اخطفه مش هيقاوم، او اختار واحد قريبي يجي معايا وابيعه واخد 60,000 جنيه ويا دار ما دخلك الشر. لا مين بقى؟ ما لقاش غير عبد الله، يعني عبد الله مرسي ما لقاش غير مين؟ لا ابن اخته ولد زي العسل اسمه ناصر عنده 10 سنين، فراح خطفه وجري بيه. سبحان الله، يعني شر البلية ما يضحك. اللي حصل ان هو قرى الاعلان في الجرنان غلط. الاعلان كان فيه واحد بيقول انا عايز ابيع كليتي واخد 60,000 جنيه. الاعلان هو نزل كده ان الشخص بيعلن ان هو يا جماعه نظرا لظروف ماديه وديونه اتراكمت عليه عايز يبيع كليته وياخد 60,000 جنيه. لكن عبد الله مرسي لما قرا الاعلان يحسب ان فيه واحد، شوف الكوميديا، ان فيه واحد عايز يشتري كليه ب 60,000 جنيه مش عايز يبيع. فعبد الله مرسي لما بيتصل بالراجل ده، الراجل ده بياخده على قد عقله لغايه ما فوجئ ان هو بيقول له انا خطفت طفل وهجيبه لك، شوف هتشتري الكلى بكام والكبد بكام والقرنيه بكام، انا اجيب لك ولد صحته 10/10، ده ابن اختي عنده 10 سنين اسمه ناصر، عايزك تاخد كل الاعضاء وتديني بقى مبلغ على بعضيه. الراجل استغرب، قال لك ده متخلف، ده انا منزل بقول العين وانا قاعد اسايسه بقول ده عبيط ده ولا ايه، ده واخد الموضوع جد. فوجئ فعلا ان هو جايب له طفل مخدره وجايبه على العنوان اللي نزل في الجرنان وبيقول له ادي عنده بدل الكليه كليتين ادي 120,000، وشوف الكبد هتاخده بكام، وشوف القرنيه هتاخده بكام، وملوش اهل ولا حد هيسال عنه. طبعا الراجل له اقعد ده احنا هنبيعه انا وانت وهنكسب، وراح متصل بالشرطه. الشرطه قبضت عليه. ايه يا عم مين الواد ده؟ طبعا فوجئ ان الشرطه حواليه، انت بلغت عني، حكى لهم الموضوع، طلع ان هو قرا الاعلان غلط، لا حول ولا قوه الا بالله، ان هو خطف ابن اخته وعرضه للبيع وعايز يبيع الكليه ب 60,000. الراجل كان نازل بيقول لك انا عايز ابيع كليتي عشان ظروف ماديه وارى الاعلان غلط. فسبحان الله ربنا انقذ ناصر من خاله اللي كان هيبيع كل حته فيه بفلوس. شفت احنا من زمان كان عندنا في الصعيد وحتى في وكي بحري عندكم بيقول لك ايه؟ الخال والد، الخال والد. هل دلوقتي يقدر اي واحد يودي اولاده عند خالهم يقول له انا مسافر خلي عيالك عندي، عيالي عندك؟ ده ممكن يتباع. لما الخال بيبيع ولاد اخته يبقى في ايه تاني؟ ادي اللي بنقول على الخال والد، بيبيع ناصر ابن اخته اللي عنده 10 سنين
عايز يبيع الكيلة ب60,000، جاب الكليتين ب120، غير القرنية غير الكاب، يعني كان عايز يشفيه، عايز يقطعه، العين بكذا، الرجل بكذا، المخ بكذا، الكلية بكذا، الكبد بكذا، بونصة بكذا، ابتدي أقسم على الولد اللي هو أصلا المفروض إن هو زي والده خاله. دي قضية من القضايا اللي لفتت نظري، توصل بنا الحال إن إحنا نبيع دمنا ولحمنا. تاني حاجة أنا برضو يعني أنا طبعا بشكر الشخص اللي هو بلغ الشرطة وأنقذ ناصر، بس هي الفكرة كلها أنت عايز تبيع جسمك، أنت عارف جسمك ده هل هو ملكك؟ يعني معظم المشايخ وحتى حاليا بنقول يا جماعة اللي عايز يتبرع بس بدون مقابل هذا يجوز، لكن اللي عايز يبيع أنت لا تملك جسدك. مين قال إن أنا جسدي ده ملكي؟ هو أنا اللي خلقته؟ ده ربنا هو اللي خلقه. أنت لا تملك لا كلى ولا قرنية ولا مخ ولا كبد ولا تملك شيء، وما دام ما تملكش شيء ازاي بتفكر تبيعه؟ يعني ده ملك لله. وبعدين انت عليا حطيت 60,000، يعني عليا اساس انت حطيت ان كليتك تساوي 60,000؟ ده انت لو تشوف مريض الفشل الكلى هو بيغسل، والله الكليه ولا 60 مليون ولا مليار جنيه. لو تشوف عذاب الواحد اللي بيغسل اللي محتاج كلى، ده كليتك دي ثروه لا تقدر بثمن، حته بتاع ربنا خلقها قد كده. لما نشوف الجهاز اللي في المستشفى الغسيل الكلى بياخد دمك كله يغسله وينقيه ويرجعه تاني، وادينا شفنا اللي حصل في مستشفى 33 واحد كانوا بيموتوا، منهم 3 ماتوا في الحال نتيجه الغسيل الغلط والفلاتر مش معقمه والسليمه. فيعني انا بستغرب على اللي عايز يبيع الكليه عشان بيمر بازمه ماليه. مين قال الكلام ده؟ وبعدين ده كل ما بديه بيجي بعد كده ربنا بيفرجه، لكن يبيع جسمه، يبيع كلوينا وجبادنا. وللاسف في اطباء كتير، يعني في طبيب عندنا في الصعيد انا مشهور جدا بيجيب ولاد الريف فعلا، ودي يمكن انا لمسته واتصلت بالطبيب ده وطلع انا هصور وهقول على اسمه، قال لي ارفع عليك قضيه. فعلا بيجيب الناس وبيستغل حاجتهم الماديه، هو دكتور شهير في المسالك البوليه في عمليه للاسف الكلى في نقل الكلى، وفي جامعه مشهوره فعلا بيستغل حاجه الناس وبيشتري منهم الكلى. يعني ابتدينا نوصل ان احنا نبيع لحمنا، ويبيع لحمنا. احنا يعني حتى طفل اللي اسمه ناصر ده 10 سنين، ده كان يا رب ربنا يصبر والدته ووالده، كانوا شالوه لانه كان هيتباع. وده يفسر اختفاء اطفال كتير جدا وعدم ظهورهم. في عصابات فعلا بتخطف الاطفال، ولو دخلتوا على السوشيال ميديا هتشوفوا قدام المدارس مسكوا 2 ستات كانوا بيخطفوا اطفال. دول المفروض ما يتحكموش، دول مجرد ما تاكدنا انه بيخطفوا اطفال فعلا يتقتلوا في مكانهم، ما يسابوش. تعرف يعني ايه يحرم ام او اب من ابنه او بنته؟ دي كارثه، كارثه. محدش يبقى عارف موتوه وباعوا اعضاء وخدوه في التسول، واحيانا بياخدوا العيل بيخرموا له عينيه بيبوظوا له عينيه عشان يكفيه في شحته ويتسولوا بيه. فربنا يصبر كل اب وكل ام على فقدان ولادهم. لكن المصيبة المرة دي انها جت من الخال، الخال بيبيع اخته، ما هو كده باعها وباع اهله لما خطف ابنها. وفي الاخر نقول الخال والي، والدي بقى. هنقول ان دي حاجات مش كتير وان دي حاجات نادرة، لكن بتحصل. وبرنامج انا بيركز بقى على الحاجات اللي هي ممكن تحصل عشان تكون جرس انذار عشان ما تحصلش عندنا، مش عايزينها تحصل عندنا. ناخد بالنا ما نسيبش ولادنا ابدا، حتى لأقرب الناس. فيش حاجة دي خاله ولا دي خالته ولا دي عمه ولا دي عمته، ولادي تحت عناية عشان ما تحصلش المقاس اللي احنا فيها دي. ما بقاش في خال اسمه والد ولا حد بينوب عن حد، في كوارث بتحصل من أقرب الناس. أشكركم.